اليوم هذاك اليوم ما قراديش 2009 مواليده، تعرف شو يقول لي؟ يقول لي اني فلس احمر ما اصرف بالعراق، كل اللي يتحولن خارج البلد، اشغل ابن البلد اليوم، اخلي فلوس الدوار ابن البلد، اليوم انا اذا اخذ 1000 دينار راح اشغلها ابو صمون وابو جبن وابو جبن. اتمنى يد عامل الاجنبيه يطلع من هذا البلد، اذونه. لا شلون؟ اذونه. شلون؟ اذونه. يعني تقليص ميزانيه الدوله. يعني تعرف ناس لا يعني شغل ما عندها، اليوم المحلات والشركات والكل فاتحه ايدهم العامله الاجنبيه. اليوم سبب افلاس سوريا، سبب افلاس سوريا وافلاس لبنان من وراء يد عامله الاجنبيه. صدقني اليوم شغل ابن البلد، ابن البلد فلوسه تدور بالبلد. يا اخي عمل ما عندنا، صدقني عمل ما عندنا. يعني انا عمري 40 سنه ما اقدر اتزوج، 40 سنة ما أقدر أتزوج، ليش؟ ما عندي مأوى يؤويني، ما عندي بيت يلمني، ما عندي سقف يحميني. ليش يوم البنغلاديشي خالية على راسهم؟ اليوم 20 مليون بنغلاديشي موجود هنا. ليش؟ اليوم هذاك اليوم بنغلاديشي 2009 مواليده، تعرف شو يقول لي؟ يقول لي أنا فلس أحمر ما أصرف بالعراق، كل اللي يتحولن خارج البلد. اشغل ابن البلد اليوم، اخلي فلوس الدوار ابن البلد، اليوم انا اذا اخذ 1000 دينار راح اشغلها ابو صمون وابو جبن وابو جبن. ادعم الزراعه، مات الثروه الحيوانيه، مات الثروه الزراعيه. المي نشفوه على مود حتى ياخذون الاموال بالشط، يعطوني فلوس لابو تركيا، لازم حقائق تقال لو على قصر قبتي، والله لو اموت. والله اكثر من هاي الان بلاتين ايدي من هناك السوق على مود 15000 دينار. انا 15000 دينار طلعت بيوم. انا حي ايدي كسر، انا منها كلها كسور، والله العظيم ما عندي، والله العظيم ما عندي. 40 سنه عمري انا ما متزوج، والله ما عندي ما يويني، واستحي واستحي، والى متى؟ فرعون فرعون مسكوت الناس. يا اخي ادعم الاجنبيه، ترى عددنا دمرتنا، تشتغل بالبلديه الا واسطه، بالبلديه كنس الا واسطه. الله اكبر. يعني الشعب يضرب على الغريب، ليش؟ ليش ماكو محنة بناتنا؟ ماكو رحمة بناتنا؟ يا أخي أناشد رئيس الوزراء، أناشد السلطة الرابعة من خلالكم، طلعون يد عاملة الأجنبية، طلعون يد عاملة الأجنبية، خلي الشباب تشتغل، خلي الناس تشتغل، كافي الدمار. الشعب راح يعلن إفلاسه، هذا كله تقليص ميزانية الدولة.